ايضا انا ما نسحب نشيد، يلا نسحب جوله ثانيه، نسحب نشيد ثالث، هات يا رب الثالث ثابت يا عاد بسم الله نشوف. ها ها نوع نوع اي شيء اي شيء. سحبت انا يلا بسم الله الله يستر يا رب ما في نشيد حزين. تكفون افتح افتح مولاي يعني ما تولى. طيب الان وين اللحن والكلمات؟ طيب وش اللي عندك عشان نعرف نوزن؟ مظالم الليالي يا مظالم الليالي يا مظالم الزمان. والله معليش ودي اخدم. خلنا شو خلنا نشوف المناسب. اللي مناسب نركب لحنا يا اخي. بس مظالم الليالي هذه مولاي قد نمت عيون. لا ممكن تمشي. يا مظالم بس مظالم الليالي انا ما اعرفها للامانه. سمير بشيري. لا والله. سمير بشيري. يا مظالم وين الكلمات الان؟ يلا نختار اي كلمات. مولاي قد نمت. مولاي كلمات. إيه؟ واللحن مظالم. إيه؟ يا مظالم مولاي قد نامت. لا هذاك. يا مظالم الليالي يا مظالم الزمان مولاي قد نامت عيون وتقضت أيضا عيون نامت عيون الخائنين. انا قاعد العب عليك واضح. انا اشوف ما في تناسق بين اللحنين. حرام عليك انت تعرف علي مظالم انت ما اعرف انا اخي رهيب قاعد العب عليك. يجب لي نشد. طيب بس اعكس 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 عادي اعكس. ايه طيب. مولاي لحن مولاي على كلمات يا مظالم. ايوه مولاي مظالم على كلمات نمت عيون. انا اعطيك اياها يلا. يا مظالم الليالي يا مظالم الزمان. الله يلا الله الله. يلا يا مظالم الليالي يا مظالم الزمان ركبه. يا مظالم الليالي الله يا مظالم الزمان يا ممتاز زي الفل. الله يسعدك. شكرا شكرا والله للاعداد على الفقره هذه صراحه كانت اشكرهم. بس ايوه قلنا ثاني مره. ايوه قلنا ثاني مره والله توهقنا صراحه.